عندما تستخدم فرشاة الأسنان عادة كل صباح ومساء تعتقد أنك فعلت كل شيء، أليس كذلك؟ لكن الحقيقة الأمر يحتاج أكثر من مجرد ذلك التنظيف السريع لمحاربة التسوس والتهاب اللثة ومواجهة رائحة الفم الكريهة. إليك أخي أربع خطوات سهلة تضمن الحفاظ على أسنانك صحية وسليمة وتساعد طبيب أسنانك، سوف نتكلم عنها بالفيديو القادم. هذا الفيديو برعاية عيادة بيت الأسنان، بيتك الثاني.